نصيحة أخيرة، قالوا لي قدامك 3 دقايق. نصيحة أخيرة، احنا هنحاول نصالح بن سيد وسارة بأي طريقة عشان تبقى عايزة لناس تانية كتير. يعني النهاردة الحلقة كان فيها موضوع تاني خالص، وكنت متخيلة ان انا هاخد المكالمة دي في اول 5 دقايق، ولكن خدت الحلقة كلها. وهو ده مثال اللي بيحصل في بيوتنا الحقيقة، ان مشاكلنا الشخصية بتاخد حيز كبير قوي 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 من حياتنا ومن عمرنا ومن الضغط علينا. وعشان كده كتير قوي لما اقابل مثلا موظف حكومه ولا حد في مكان وانا قاعده في كافيه بتاعي يكشر في وشي، يقول له مراتك مضايقاك ولا ايه؟ لان بجد دي اكتر حاجه بتاثر على الواحد. يعني انا شخصيا لو عندي مشكله في البيت اكيد هنزل شغلي بالبلدي كده متقدره. يعني البيت ده حاجه مهمه قوي 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 في حياتك. فكره ان احنا عمرنا ما هنتخانق، لا مش هيحصل. يعني انا مثلا وانا صغيره كنت متخيله ان الجواز ده بقى اللي هو هنجيب لبعض ورود وهنفطر في السرير وهنعمل مش فاهمه ايه، وان طول ما انا كويسه ولطيفه وبتاع مش هيبقى في مشاكل. طلع ان لا، حتى لو انت كويسه ولطيفه من وجهه نظرك هيبقى في مشاكل بالنسبه له، ولو هو حاسس ان هو احسن راجل في العالم برضه هيبقى في مشاكل بالنسبه لي. فهو هقول كلام مش هيعجب حد، بس هو الجواز كله زي بعضه، بتفرق من شخص لشخص بفرق التربية والنشأة، ولكن في الآخر الراجل راجل والست ست، والمشاكل كلها بتبقى واحدة. يعني ما فيش حد مثلا بيطلق من مراته أو من جوزه بيروح يتجوز جوازة تانية فبيعيش حياة وردية، لا مش حقيقي. وبعد شوية الرجالة بتمل من الست الجديدة، وبتبقى مش عارف العيال تشوفهم يوم الجمعة ولا يوم الخميس، ولو جبت لهم مرات أب هتعرف تربيهم ولا مش هتربيهم. وانتي نفس الحكاية، ليه ما كنتش عايزة سارة تسترسل وتقول ده عمل وسوى و و و و؟ عشان كل اللي بيتقال ده كتير بنتخانق والخناقة تعدي، ولكن بيفضل الكلام اللي اتقال، وبيفضل الجرح اللي اتعمل، وبيفضل التعويرة اللي اتعورتها. يعني انا ممكن اتخانق مع جوزي لو ما حدش فينا غلط خلاص تمام، لكن لو قال لي مثلا يا شيخه مثلا ده انت ريحتك وحشه مثلا، يعني عشان مش هقول لفظ، هتفضل فاكره انه قال لها ريحتك وحشه حتى لو اتصالحوا. فعشان كده مش ما كنتش عايزه حد يسترسل في الكلام في الخلاف، لان في الاخر لما كبرت كده وبقى عندي حاجه و40 سنه، لا الطلاق ده حاجه وحشه قوي. في ناس، يعني انا عن نفسي مثلا مش ندمانه على اي قرار خدته في حياتي، لان في شخصيات ما بتنفعش مع بعض، لكن اللي هم قالوه ده ما فيهوش شخصيات مش نافعه مع بعض. ده في خالتي وامي وبعدين هي الناس فاضيه بيسيبوا بيوتهم ويجوا يقعدوا عند ناس، ودي يعني كل واحد عنده اللي يشغله. فرجاء يا ام ساره ما تخربيش عليها وعقليها، وصدقيني ان يبقى عندك بنت متطلقه دي اوحش حاجه في العالم. وانت يا اخت سيد، حتى لو انت الست افترت عليكي مش كويسه، عشان خاطر رودينا وعشان خاطر العيال لموا بس الشمل كده، والله ما فيش حاجه مستاهله. كلنا كان عندي واحده صاحبتي شفتها الساعه 2 الصبح كانت قاعده تشتكي لي قد ايه هي تعبانه في حياتها وقد ايه هي مش عارفه ايه ومش عارفه تحوش عشان هتدفع قسط العربيه ازاي، وانها قسط المدرسه عليها، وان مش عارفه مين بيتكلم عليها وبيقول ايه، وان هي مش هتعرف تتجوز لان فلان بيغلط في سمعتها، وعياط. الساعه 5 الصبح جالي تليفون قالوا لي الله يرحمها عملت حادثه بالعربيه وماتت. كل اللي جاي في بالي اقول لو كانت عارفه ما كانتش ضيعت ال10 دقايق دول في عياط، وان ازاي وازاي 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 اهو قال لك ازاي وريحك خالص، مش هتعملي اي حاجه من اللي كنت شايله همها، ريحك. الدنيا اهيف من كده بكتير، الصحاب بيروحوا وييجوا، الدنيا كل حاجه، كل حاجة ملهاش أي قيمة غير في الآخر الحاجة المتعة. والله زي ما ربنا قال بالظبط، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اشتغل عشان يبقى معاك فلوس عشان تعيش حياة كويسة، وولادك أحلى متعة في الدنيا، لازم تعملوا أي حاجة في الدنيا عشان تسعدوهم.